انثروا القمح على رؤوس الجبال لكي لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. أما اليوم تناثرت الجثث بعد أن هلكت جوعا في أراضي الصومال، فهذه أم تبكي رضيعا يرتجي منها قطرات لبن ترويه، أو بضع دواء عله لألمه طب وبإذن المولى يشفيه. ولكن لا طعام ولا شراب بين يديها تعطيه، يصرخ ألما يبكي حزنا وينحني ضعفا ويموت الصغير جوعا في أحضان أبيه، ويوارى جسده النحيل بين طيات الثرى بعد أن حلقت روحه الطاهرة إلى السماء. مرض وحر، فقر وجوع واحتياج، ونظرات موت ترقبهم في كل حين. أجساد ارتسمت عظامها وتقوست، واتضحت شرايين تغذيها ببضع قطرات من دم يكاد أن يجف، وقلوب تنبض بضعف وتخفق بألم، وأنفاس متقطعة تعلن الرحيل بصمت موجع، ولا حول لهم ولا قوة. وطفل فقير طواه الأسى ينام وفي مقلتيه الضجر، سنمسح عن كل جرح دماء ونمضي بما ربنا قد أمر. أما آن الأوان ليمطرهم فيض عطائنا ويروي ظمأ قلوب عطشا؟ أما آن الأوان لنطعم أجسادا ينهشها الجوع بلا رفق ولا رحمة؟ أما آن الأوان لنمسح دمع مرضاهم بجراعات دواء؟ أما آن الأوان لنرسم البسمة على ثغور أطفالهم لنطمئن قلوب رجال ونساء ما زالت تنبض في الصومال؟ أما آن الأوان؟ أما آن الأوان؟ أما آن الأوان؟ ونوديع في الأرض بدراً